هو تجربة مهمة، والموضوع موضوع مهم جدا. أستاذ أحمد عبد الله كتبه، إخراج الأستاذ سامح عبد العزيز، معانا فنانين مهمين جدا، معانا أبطال كتيرة جدا جدا، والموضوع من أهم ما يمكن. موضوع فيه ثورة للنساء، والثورة دي مش شخصية واحدة اللي بتقوم بيها، لا ده مجموعة نساء بمجموعة قضايا مختلفة متضفرين في موضوع واحد. كنا بنصور بالليل ونرجع الفجر، وبنعدي المرسى وبنروح جزيرة، فكان مرات تبقى برد ومرات تبقى حر ومرات يعني انت قالب يومك، بس الناس حلوة اللي معاك فمستمتع بيهم. لا بضرب واحد. لا ده مش ده بس اللي احنا بنتكلم فيه، احنا بنتكلم في اكتر من موضوع، فما تدخلينيش، لا ما تدخلنيش في موضوع واحد، لانه المواضيع اللي بنتطرق ليها مواضيع مهمة قوي قوي. العنف موجود في كل العالم، ده في امريكا اكتر من هنا. انا اتمنى، عايزه موضوع، هاتلي موضوع ونتجمع كلنا يا ريت. لا مش مستغرب، ما بقاش في حاجه تستغرب لها دلوقتي. انا عندي مسلسل اسمه روز وليلى، فمش معقوله مش لاحقه يعني، فهو مش شغل والسلام، انت لازم تعمل حاجه مظبوطه يعني. فروز وليلى ناجح، ان شاء الله ليله العيد ينجح، ربنا يسهل.